أكيد شهر رمضان من الأشهر اللي بتحظى بوجبة درامية دسمة بشكل كبير جدا جدا. بنتكلم في محتوى الحقيقة أو عودة مرة أخرى للريادة المصرية لفترة من الفترات، مش هقول إن إحنا كنا فقدناها بالتأكيد، لكن كانت بدأ يدخل فيه منافسات من العديد من يعني الدول، وبدأ نشوف المسلسلات المدبلجة والمترجمة والحاجات الغريبة اللي طلعت دلوقتي. إحنا مرة تانية عودة للريادة المصرية في مجال الدراما، وطبعا الفضل للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي. يعني عندنا السنة دي وجبة دسمة بتقدم لنا كل الأنواع، بنتكلم في اجتماعي، بنتكلم في سياسي، بنتكلم في تاريخي، في مجموعة مسلسلات الحقيقة وأعمال درامية هتبقى مهمة جدا جدا، وبالتأكيد كمان الكوميديا لها نصيب في هذا الشهر الكريم. فخلينا نبتدي كده مع الكوميديا، وزميلتنا سالي تراد عملت لنا هذا التقرير وجولة سريعة وسط الأعمال الكوميدية اللي هنشهدها إن شاء الله في شهر رمضان المبارك. نشاهد أو نروح نشوف التقرير. بروموهات كتير وبوسترات في كل مكان عن مسلسلات رمضان. لو انت من هواة المسلسلات الخفيفة او الكوميدية، فالسنة دي بتتميز ان النوع ده من المسلسلات معظمه بتكون حلقاته 15 حلقة، وده كويس علشان ما يكونش فيه ملل، وعشان كمان الاحداث تكون سريعة، وكمان بيدي فرصة لظهور شخصيات مختلفة بافكار جديدة على الساحة الفنية. زي مثلا جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، واللي بترجع لنا فيه بعد غياب 3 سنين. بتدور أحداث المسلسل في حقب زمنية مختلفة، بتقدر تتنقل فيها البطلة وتعيش مغامرات من خلال قراية كتاب ورثته من مكتبة والدها. المسلسل من بطولة محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومن إخراج إسلام خيري وإنتاج محمد أحمد السبكي. جت سليمة مناسب للصغيرين والكبار، لكن بعد لهفة ونيلي وهدية، هل يا ترى شخصية السنة دي هتقدر تسيب بصمة مع الجمهور؟ من خلدون في جزيرة غمام وبعده القاهرة كابل، النجم طارق لطفي السنة دي بيقدم لنا دور مختلف تماما في مسلسل مذكرات زوج، اللي بيعكس بشكل ساخر واقع الحياة الزوجية بمشاكلها المعتادة، ولكن بشكل جذاب غير معتاد، ومن خلال 3 أجيال في المسلسل. 3 أجيال يعني كاست كبير ومميز بصراحة. المسلسل بطولة عائشة بن أحمد وخالد الصاوي ونور خالد النبوي، سماء إبراهيم وعمر الشناوي وسارة الشامي وعلي الطيب وجيهان الشماشرجي وحازم إيهاب. المسلسل إخراج تامر نادي ومن معالجة الكاتب محمد سليمان عبد الملك، اللي أمتعنا بمعالجته لراجعين يا هوى لأسامة أنور عكاشة. وبجانب كل المؤشرات اللي قلناها اللي بتبشر بعمل قوي وناجح، المسلسل مستوحى من قصة مذكرات زوج للكاتب والروائي الكبير أحمد بهجت. نادر جدا كمان إنك تلاقي مسلسل ينجح ليه الجزء الأول والتاني والتالت، زي الرهان الكسبان في الكوميديا، مسلسل الكبير قوي اللي هيتعرض رمضان السنة دي الجزء السابع ليه، اللهم لا حسد. واللي من أيام نزلت أغنية المسلسل، أغنية ولعانة للنجم أحمد مكي، وفي ظرف أسبوعين بس تخطت المشاهدات 6,500,000 مشاهدة على اليوتيوب. وطبعا المسلسل من بطولة بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ومفاجأة رمضان اللي فات رحمة أحمد. أنا عارفة يا أستاذ شفيق ومقدرة إنه مش سهل خالص إن حضرتك تكون أب. كم مرة قلت لنفسك يا لو رجع بيا الوقت كنت عملت وكنت قلت، وطبعا دي حاجة ما بتحصلش غير في الخيال، زي مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، اللي بتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وبتكون فيه الصفارة هي الأمل الوحيد للبطل عشان يغير الأحداث ويشوف النتيجة هتتغير إزاي. المسلسل بطولة أنعام سلوسة وطه دسوقي وحاتم صلاح، وإخراج علاء إسماعيل، ورشة كتابة لسارة هجرس، شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جويش. ولو ركزنا في الأسامي دي هنلاقي إن الإخراج والكتابة لتقريبا نفس فريق عمل البلاتو وأمين وشركاؤه، ورغم كده إلا إنهم قادرين في كل عمل يقدموا لنا شيء مختلف وممتع. دي كانت تجميعة لأبرز المسلسلات الخفيفة والكوميدي في موسم الدراما الرمضاني. كنت معاكم سالي تراد من برنامج 8 الصبح.